ان احنا دلوقتي لحظه كسوف القمر. فاحنا بتسمحكم هناخد مداخله معانا الشيخ محمد بدوي مجاهد هيقول لنا الدعاء هنقوله احنا وكل المستمعين في الدول العربيه. اهلا يا شيخ محمد، اهلا بيك. اهلا بيك يا شيخ محمد، زي حضرتك. احنا عاوزين دعاء لاهل الكتاب كلهم، عايزين دعاء للامه العربيه بكافه دياناتها واطيافها، عشان في اللحظه دي ان شاء الله يكون باب السماء مفتوح وربنا يكرمنا ويقبل دعانا. فحضرتك قول لنا الدعاء واحنا ان شاء الله باذن الله هنردده وراك. ان شاء الله تبارك ان يتقبل من دعائنا ومن جميع الامه اننا احسن ما نكون ان يتقبل الله تعالى منا دعائنا. وبس احب ابين في البدايه ان صلاه الكسوف ليس لها دعاء محدد، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ورد عنه: فاذا رايتم شيئا من ذلك فافزعوا الى ذكر الله والى الدعاء والاستغفار. فاحنا ان شاء الله يعني هنقول ما يفتح الله تبارك وتعالى به علينا. نسال الله جل وعلا ان يتقبل منا جميعا دعاءنا واستغفارنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. ان شاء الله نقول: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا، ونعوذ بك من فتنة القبر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك من لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر ما بعدها. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل ومن سوء الكبر، ونعوذ بك من عذاب في النار. اللهم إن الشمس والقمر آيتان من آياتك لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يظهران بقدرتك وإرادتك، فأنت القادر وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا تحرمنا نور الشمس ولا تحرمنا ضياءها، اللهم لا تحرمنا نور القمر ولا تحرمنا ضياءه، وارزقنا بركته بحق قولك سبحانك: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. شكرا يا شيخنا، ألف شكر، ربنا يتقبل منا جميعا. امين يا رب. المهم دي لحظه ما بتتكررش كل مره، ويا رب كده ربنا يتقبل دعانا جميعا ودعاكم معانا يا رب. الله يخلي حضرتك.